هكذا انتهى الحال ببسملة ابنة 9 سنوات محمولة على أكتاف أبناء قريتها في جنازة مهيبة تعلن رفضها لقتل طفلة على يد أستاذها في إحدى مدارس قريتها الحكومية. وجع وألم ومطالبات بقصاص قد يهدئ من روع أسرة الطفلة المكلومة. زي ما بنتي ماتت يموت أصادها عشان يبقى عبرة لغيره. زي ما بنتي ماتت يموت زيي. أنا عايزة إعدام للأستاذ ده. جاوبها على الصبورة وهي مش عارفة، كان قال لها روحي بدل ما يضربني. الواقعة حدثت قبل أيام حين ضرب مدرس تلميذة في الصف الرابع الابتدائي بعصا خشبية على رأسها بعد خطئها في الاختبار وفقا لشهادة زملائها، ليصيبها بنزيف داخلي في المخ واضطرابات في درجة الوعي لفظت على إثرهما أنفاسها الأخيرة. الطبيب الشرعي طلع الكشف امبارح بالليل، مغبوط على دماغها، العضمية اللي فوق مشروخة وعملها نزيف داخل. الحادثة أثارت الغضب وعجت وسائل التواصل الاجتماعي بردود الفعل المطالبة إلى جانب معاقبة المدرس باتخاذ إجراءات تمنع العنف في المدارس المجرم وفقا للقانون، عنف يراه خبراء ظاهرة ممتدة تحتاج إلى معالجة. ما بتلاقيش الحكاية دي تحصل مثلا في المدارس الأجنبية في مصر أو مدارس خاصة، إنما دايما هتلاقي في الحاجات الحكومية اللي الإدارة فيها ليست يعني قوية والإشراف مش مستمر، ما بتلاقيش المتابعة والعقوبات كافية، عندهم دايما نقص من المدرسين فبيجيبوا أي مدرسين أي حد بيدور على مهنة، لدرجة إنهم بعض الأحيان بيعملوا إعلانات عن عايزين مدرسين من غير مرتبات تطوع. النيابة العامة كانت قد أمرت بحبس المدرس المتهم على ذمة التحقيقات، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم عدم قبولها لأي تجاوز سواء من قبل المعلم الذي يجب أن يكون بمثابة قدوة للطلاب أو من جانب أي مسؤول ينتمي للوزارة. في بيئة من المفترض أن تكون آمنة فقدت بسملة حياتها في حادث مأساوي بقدر ما يثير من مخاوف يستدعي التصدي الفوري لظاهرة العنف ضد الأطفال، والتي تقول دراسات محلية إن نحو 90% منهم يتعرضون للعنف في الفئة العمرية ما بين عام و14 عاما. من محافظة الدقهلية شمالي العاصمة المصرية، محمد محي الدين، الحرة.